نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اجتماع لمتابعة موقف تقدم الأعمال في مشروع تطوير منطقة الفسطاط. أيضا بالأمس تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وشدد رئيس الوزراء على مواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة ومنع عودة المظاهر العشوائية داخلها. تفاصيل أكثر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تقدم الأعمال في مشروع الفسطاط كمزار سياحي. شهد الاجتماع التأكيد على أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لربط منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية واستغلال المقومات التاريخية والثقافية والسياحية لهذه المناطق في جذب المزيد من السائحين عبر الترويج لأنشطة سياحية مختلفة من بينها السياحة الاستكشافية وسياحة المأكولات والسياحة العلاجية، فضلاً عن القدرات اللي بتتمتع بها القاهرة التاريخية فيما يتعلق بكونها وجهة للأعمال والتسوق والتعليم والعلاج والترفيه. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12، وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الاهتمام بمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى الحضري العالمي في دورته 12، واللي من المقرر أن تستضيفه القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وده بالنظر لما هيتم مناقشته خلال كافة فعالياته من موضوعات وملفات تتعلق بإضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة وعلى مختلف الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية. وبترتكز أعمال هذه الدورة حول الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق اللي بيحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وأيضاً مواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة ومنع عودة المظاهر العشوائية. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى 11 لثورة 30 من يونيو المجيدة. أكد الدكتور مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن، حيث خرج هؤلاء الملايين جميعاً على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعياً لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 11 لثورة 30 من يونيو لعام 2024. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.